50 ومستمرين بتغطياتنا لليوبيل الذهبي للإمارات العربية المتحدة الحبيبة. تمكنت دولة الإمارات من مواجهة جائحة كورونا العالمية بإجراءات شملت الوقاية والتباعد الاجتماعي وتوفير اللقاحات، كما وأسهمت في أبحاث طبية لإيجاد اللقاح. نعم، جهزت المشافي العامة والخاصة والميدانية خلال وقت قصير جدا، وأيضا وفرت مراكز الفحص على مدار الساعة، كما طبقت الإجراءات الاحترازية بدقة عالية. كانت الفرق الطبية جاهزة دائما للمساعدة في أي وقت وفي أي مكان. خطط الإمارات لمواجهة كورونا نشاهده وياكم. ولا تشلون هم. في 29 من يناير من عام 2020 تم اكتشاف أول إصابة لفيروس كورونا المستجد في دولة الإمارات، وشرعت الحكومة عبر وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث باتخاذ إجراءات صارمة للتخفيف من حدة الأزمة. في شهر يونيو عام 2020 بدأ العد اليومي لحالات التعافي في دولة الإمارات يفوق عدد حالات الإصابة الجديدة المكتشفة، وبدأت الحكومات في تخفيف القيود مع الالتزام بإجراءات السلامة. أننا نجني اليوم ثمار تلك الجهود الوطنية مع ما نشهده ولله الحمد من انخفاض في معدلات الإصابة اليومي. مع توفر اللقاحات كانت دولة الإمارات من أوائل دول العالم الحاصلة عليها، وأطلقت حملة وطنية للتطعيم المجاني للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وتم استخدام أكثر من 10 ملايين جرعة في الأشهر الثلاثة الأولى. الدواء والغذاء هذا خط أحمر لدولة الإمارات، عندنا القدرة على تأمين الدواء والغذاء إلى لا نهاية. وبدأت الدولة بتقديم المساعدات إلى العديد من دول العالم، فبلغ إجمالي عدد المساعدات الطبية أكثر من 2154 طن موزعة إلى 135 دولة. أبشركم الأمور طيبة، الوضع الصحي في دولة الإمارات طيب. أريد أؤكد عليكم كلكم أن ترى حياتنا لازم ترجع بشكلها الطبيعي. للمزيد حول خطط الإمارات في مواجهة كورونا نرحب اليوم بالمقدم الدكتور المهندس علي غانم الطويل، نائب مدير إدارة الجودة والتميز بشرطة أبو ظبي. يا حيا وهلا ومرحبا في اليوم الوطني اليوبيل الذهبي. يعطيك العافية، الله يحفظك إن شاء الله. شكرا جزيلا. الله يحفظك يا رب إن شاء الله. وأيضا مشاهدينا نرحب بفني طب الطوارئ الأستاذة شمسة حسن، حياك الله أستاذتي. الله يحييك يا أخوي. قبل الطوارئ والشرطة كل عام وأنتم بخير، عيد اتحاد 50 جميل. وأنت بخير حبيبتي. بخير الله يسلمكم إن شاء الله، بهاليوم بهالفرحة بهذا اليوم الإنجاز العظيم. يعطيكم الصحة والعافية، الله يحفظكم. عافيك ربي. حضرة المقدم خليني أبدأ معاك عن الأجهزة الشرطية والأمنية اللي هي دوم جاهزة وسباقة لمواجهة الأزمات وخاصة كوفيد 19، هذه الأزمة العالمية اللي واجهتنا منذ سنتين تقريبا. خبرني عن هذه، خلنا أقول المحاصرة والمهاجمة لهذا الفيروس. في البداية أحب بصراحة أني أشكركم على استضافتي في هذا البرنامج، وأود أن أنتهز حقيقة هذه الفرصة خلال منبركم المتميز، وأوجه كلمة تهنئة لسيدي الشيخ خليفة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس المجلس الوزراء حاكم دبي، وأخي وإلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود وجميع شعب الإمارات المواطنين والمقيمين بمناسبة عيد الوطني 50، متمنين بصراحة دوام التقدم والازدهار. آمين. آمين يا رب العالمين، وندعو الله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا الأمن والأمان. آمين يا ربي. بالنسبة للاستعدادية أو الجاهزية، جميع كما هو معلوم أن كل المؤسسات حقيقة الأمنية والأجهزة الشرطية عندما يتم تأسيسها لابد أن يتم
بناء جميع المقدرات والممكنات الأساسية لها تكون لها استعدادية عالية جداً في جميع المواجهات، الأزمات سواء كانت الأزمات المتوقعة أو حتى الأزمات غير المتوقعة. عندنا سيناريوهات كثيرة تم بصراحة تدريبها قبل أو الوباء كوفيد-19، الحمد لله كان في عدة سيناريوهات، وهذه السيناريوهات أثمرت نتائجها حقيقة أثناء كوفيد-19. كان دور بارز لشرطة أبوظبي في حضورها الفاعل في جميع الفعاليات، تعاونها مع الجهات والهيئات المعنية على مستوى دولة الإمارات بصراحة بتنظيم أو حتى في قضية ضبط الجمهور أو ضبط الفعاليات بالحضور أو في قضية التنسيق بفعاليات الخاصة ببرنامج التعقيم الوطني. جميل، يعطيك العافية، ما شاء الله. يعني أكيد يعني تتحدث عن سيناريو يسبق الحدث، وبالتالي الإمارات الحمد لله تسبق الحدث وتكون جاهزة دائما حتى لو كان هناك مؤشرات، فالإمارات تعمل على ذلك. أستاذة شمسة، يوم نتكلم نحن عن نفس الموضوع، بداية انتشار هذا الفيروس أكيد كان الاستجابة سريعة وقبل عملية الانتشار، وأيضا الهدف الرئيسي كان هو منع انتشار الفيروس. لو تخبرينا عن بدايات ظهور فيروس كورونا، استعداداتكم ولمنع الانتشار. طبعا الاستعدادات الأولية كانت بحماية الطاقم الطبي من خلال لبس الكمامات والقفازات، كذلك كنا نحاول أن نثقف المجتمع كيفية أن يعني ما توصل لهم هاي ما يوصل لهم هذا المرض. المحافظة على أنفسهم بالضبط. طرق الوقاية. بالضبط. نعم. عن طريق النصح. نعم. كل ما ننزل عند مريض لازم مثلا تشرب ماي وايد، سوائل. ممارسة الرياضة وايد مهمة، فيتامين سي، المسكنات، وكذلك لازم يطبق التباعد أو الحجر، إنه لا يختلط مع الناس، يكون في تباعد أمني أو تباعد إنه لسلامته. صحيح. بالأحرى هذه من الأشياء اللي تقيه من أن إنه يصاب. فعلا. جميل. طيب نحن عرفنا حضرة المقدم أن شرطة أبوظبي حصلت على اعتراف دولي بالمرونة المؤسسية من قبل المنظمة الدولية للمرونة ICOR. شيء مشرف. نعم. وفخر. نعم. خبرنا عن هذه التجربة. جميل بصراحة. حقيقة أن شرطة أبوظبي كجهاز شرطي اللهم لك الحمد تسخر جميع إمكانياتها ومقدراتها في توفير الأمن والأمان. نعم. ضمن الخطة الاستراتيجية لحماية مكتسبات إمارة أبوظبي وعلى مستوى الدولة اللهم لك الحمد. ليش مش غريب حقيقة على شرطة أبوظبي أو على حكومة أبوظبي أن تحصل على هذه الاعترافات الدولية؟ كما هو معلوم نحن كإمارة كمدينة أبوظبي تحصل على المركز الأول عالمياً على العام الخامس على التوالي من خلال تقرير نومبيو 2020 كأأمن دولة متقدمة على 373 مدينة على مستوى العالم. قول ما شاء الله بعد هالجملة. اللهم لك الحمد. عيني بارد. الحمد لله. فاللهم لك الحمد. كانت يعني نقول هذا عبارة عن تقدير واعتراف عندنا نحن. فكانت أنشطة وكثير برامج واستعداد، كان استعداد عالي جدا وتعاون عالي. فارتأينا كشرطة أبوظبي لابد أن نشوف جهة معتمدة عالميا تقيس مدى قياس نضج المرونة المؤسسية عندنا نحن في شرطة أبوظبي. فشفنا نحن آيكور. نعم. هي جهة بصراحة غير ربحية. نعم. تم تأسيسها في 2006 في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تعطي اعتراف على المواصفات الخاصة في المرونة المؤسسية، على استمرارية الأعمال، على إدارة المخاطر. قلنا تعالي آيكور قيس النضج اللي عندنا نحن خلال فترة محددة، وقاست 95 قدرة عندنا نحن على مستوى شرطة أبوظبي، 17 معيار، 6 كفاءات أساسية، 5 محاور استراتيجية أساسية على شرطة أبوظبي، وحصلنا باقتدار اللهم لك الحمد كأعلى تصنيف 3 نجوم على مستوى العالم في شرطة أبوظبي. نعم. القادم أفضل، هذه بداية ولكن القادم أكيد أفضل. أنتم قدهم ما شاء الله عليكم. الله يحفظكم يا رب. طيب أستاذة شمسة، نحن نتكلم يمكن عن جائحة كانت صعبة على الجميع، ليس فقط على دولة الإمارات وإنما على العالم أجمع، وبالتالي يوم نتكلم عن حجم الضغط اللي وقع عليكم أثناء الجائحة، وأيضاً مع زيادة الحالات وتنوعها والتحورات اللي حصلت في الفيروس. صح. حجم الضغط اللي كان عليكم كيف تعاملتوا وياه؟ بداية يعني إذا كنا بنقارن بين الأيام العادية وبين فترة كورونا، بالشفت الواحد كنا نستلم من 5 إلى 6 بلاغات. نعم. في اليوم، لكن من بعد كورونا صار العدد دبل، يعني صرنا نستلم 12 بلاغ ل 13 بلاغ، وكانت أغلبيتها كورونا.
طبعا ما اخفيكم ان الحين كنا خايفين. نعم. ان يعني يمكن الحين ما نقدر نغطي كل هاي الوباء طبعا لابد ان فعلا. نعم. لكن ولله الحمد مؤسستنا مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ما قصرت، حكومتنا الرشيدة ما قصرت، وفرت لنا كل الطاقات هاي اللي نحن نحتاجها عشان نغطي هالعدد الهائل من المرضى. بالإضافة أيضا إن الأول ما شاء الله يعني نعم وكان التكاتف خديجة التكاتف كان ما بيننا فقط أكيد منظومة بين منظومة متكاملة نعم. كانت من الشرطة ومن أيضا الجهات المتخصصة الدفاع نعم. الأول مثل ما ذكرت 100% صح. وهذه المنظومة لها مرونة معينة، ولكن لتوعيتنا نحن شخصيا وتوعية المجتمع والمشاهدين، حضرة المقدم شو الفرق بين المرونة المؤسسية والرشاقة المؤسسية لشرطة أبوظبي للتوضيح؟ جميل جميل بصراحة. طبعا بالنسبة للمرونة والرشاقة نحن أول شيء اقتبسنا من كلمة سيدي الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه نائب رئيس الدولة رئيس وزراء حاكم دبي، عندما يقول نحن محتاجين إلى حكومة أكثر مرونة ورشاقة للفترة القادمة تتماشى حقيقة مع أجندات وطموحات مستقبلية متغيرة. فالمرونة نقول نحن عبارة عن حسب تعريف الإدارة نقول نحن المرونة هي عبارة عن مقدرات ممكنات موجودة، خطط موجودة، بشر يتم تدريبهم بشكل متواصل، عندي وحدات تنظيمية يتم تأسيسها عشان تستجيب في أثناء الأزمات سواء المتوقعة أو غير المتوقعة. هذه المرونة المؤسسية يعني جاهزية على أعلى مستوى نعم. للاستجابة هاي القدرات الموجودة أنت تقيسها. طيب نعم. شو الرشاقة؟ الرشاقة احنا نقول الميدان يا حميدان نعم. نسبة استجابتك سرعة استجابتك طيب أنت عندك مرونة نعم. طيب هل أنت الاستجابة كانت عالية أثناء الأزمة ولا لا؟ مثل الشخص اللي يصير جيم ويتدرب يوم يدخل في السباق فشل ما نجح، طيب انت ليش تتدرب جيم؟ فمعناته انك القدرات المرنه اللي عندك تهيئك تكون اكثر رشاقه اذا كان في الازمه. مثل كمثال عندنا نحن اللي هو الاتصال من استقبال الاتصالات اثناء ازمه كوفيد 19، مركز الاتصال عندنا نحن في شرطه ابو ظبي كانت مهيئه ان تقوم بجميع الاجراءات الموجوده عندنا نحن بناء على ايزو 18295. لازم مراكز الاتصال تمشي على الاجراءات الخاصه لها. طبعا. تم استقبال خلال 6 شهور أكثر من 8,500,000 اتصال نعم. خلال فترة بسيطة وكان بشكل مباشر نسبة الرضا وصلنا إلى نسبة 96% رضا الجمهور، سرعة الاستجابة في الاتصال حتى يكون اللي هي الرشاقة المؤسسية نعم. بالضبط. في شيء كذي في العالم؟ في مرونة ورشاقة في العالم أجمع كمرونة ورشاقة شرطة الإمارات وأبوظبي ودبي؟ اللهم لك الحمد نفتخر. نفتخر ما شاء الله عن جد نكون في الإمارات. أنا ما بنضربكم عيل، نحن بنتمنى لكم الأفضل طبعاً. أكيد أكيد نحن اليوم نحتفل بكل شيء نعم. لأن كل الجهات اللي موجودة في دولة الإمارات، الناس اللي تعيش في أرض دولة الإمارات كلهم يحتفلون لفرحتهم لأنهم جزء من هذا الكيان ومن هذه المنظومة الكبيرة. أستاذة شمسة، في أمر تكلمنا عنه قبل شوية وشوية يعني قلتي نعم كنا نخاف أوكي. فنبغي نتكلم عن الاستعداد النفسي الفعلي كان أثناء استقبالكم البلاغات أيضا والاستجابة لها والتعامل معها، وكيف عشنا نحن كجزء من العالم يعيش هذه الجائحة؟ طبعا مثل ما قلت لك نحن كنا خايفين. شو السبب هالخوف؟ لأن نحن قاعدين نحارب شيء نحن ما قاعدين نشوفه بعد مجهول. نعم صح. فنسبة الخوف كانت شوية عالية عندنا، لكن يعني قياداتنا الرشيدة ما قصرت ويانا. كل ما نفتح التلفزيون لا تشيلون هم، أنتوا خط دفاعنا الأول. هذا كان يعطينا حماس زيادة أن نحن نشوف شو اللي بيينا أو أن نحن ندافع عن وطننا بهاي الطريقة. يعني نقول ساعات المقدم كانوا هم الذراع الداعمة والمحفزة والمؤمنة لكم فعلا. مثل ما ذكرت خديجة بين الليونة والرشاقة. هي أحس أهم الدرع وخط الدفاع الأول هو الروح، شيء الداخلي عرفت نعم. يعني نعم. يوم تكون جوهرة كاملة يعني التكامل نعم بالضبط. حضرت مقدم بسألك عن أركان التحول المؤسسي لاستراتيجية الرشاقة، بني على أساس ماذا؟ جميل. نحن طبعا مستمدة أولا من خلال رؤية ثاقبة لدولة الإمارات العربية المتحدة أن يكون عندنا جاهزية عالية جدا جميع الأجهزة الأمنية الشرطية وبالأخص حقيقة خط الدفاع الأول نعم. لابد نحن نمثل درع الأمان في حال إذا كانت هناك أي أزمة موجودة في المجتمع أو خارجيا. في البداية راح يتواصلوا مع الأجهزة الأمنية، لابد تكون عندنا نحن استراتيجية الدولة بنيت أن الأجهزة الشرطية والأمنية تكون قدر عالي من الكفاءة والقدرة طبعا. الاستراتيجية العالية نعم. شيخ محمد بن زايد الله يحفظه نعم. كان دائما له كلمة يقولها في المرات الماضية 50 سنوات الماضية
خذينا بصراحة على إعجاب العالم بشكل عام. الآن الخمسين سنة الجاية محتاجين إلى تكاتف وجهود وفي تفاني واستراتيجية جديدة، لابد أن يكون عندنا مضاعفة الجهد للأيام القادمة. بناء عليه حقيقة شرطة أبوظبي وحطت أركان أساسية واستراتيجية لاستمرارية الرشاقة، تبدأ في ثلاث أركان أساسية. أولاً بناء نواة مؤسسية رشيقة. نبى شرطة أبوظبي ما تتبنى فقط مشاريع رشيقة خلال فترة الأزمة، ولكن نبني وحدات تنظيمية، مشاريع، أدلة عمل، أنظمة للمرات القادمة، نكون مستعدادية وجاهزة، ما نعرف المستقبل كيف يكون. الله يديمها، الله يديم الأمن والأمان إن شاء الله. آمين. يكون عندنا نواة مؤسسة رشيقة. نعم. ثانيا، احنا نؤمن إيمان عميق حقيقة أن المجتمع جزء أساسي وجزء لا يتجزأ من نجاح أي مؤسسة عندنا. نعم. نحن خاصة في شرطة أبوظبي، فلذلك لابد أن نشركهم في علم الإدارة في مصطلح يقال له سوشيال فابريك، اللي هو يسمونه الشراكة المجتمعية. نعم. الأساسية، هل يكون عندنا نحن الشراكة المجتمعية مساهمة فاعلة المجتمع مع شرطة أبوظبي؟ تبنينا مبادرات، من ضمن المبادرة كلنا شرطة. نعم. وصل عدد أعضائها إلى أكثر من 13,000. ما شاء الله. 156,000 ساعة تطوعية كان دورهم كبير جدا أثناء برنامج التعقيم الوطني، أثناء التنظيم التطعيم الكوفيد 19، فكان دورهم فاعل. نعم. الركن الثالث الأساسي بناء نظام ذكي اللي يسمونه النظم الخبيرة. فشرطة أبوظبي الآن نظام الأتمتة عندنا الخدمات وصلت إلى 100%. عندنا مشروع متكامل يعتبر اللهم لك الحمد رائد على مستوى العالم، هي منظومة المدينة الآمنة. كان لها دور فاعل جدا أثناء برنامج التعقيم الوطني، وصلت إلى نسبة الاستجابة الجمهور إلى 98%. كيف يعمل عملية كنترول للسيارات؟ هو عبارة عن برنامج لوغاريتمات للذكاء الاصطناعي وجمع البيانات ويعطيك بشكل دقيق كيف تعمل كنترول. انا ما عندي شيء اقوله بعد هالكلام. أيه، انت عندك شيء تقوله؟ الحمد لله نحن نشعر بالامان بوجود وجود ايضا هاي المنظومات اللي تكاملت وتكاتفت ايضا مع الشعب، ومثل ما قلت المتطوعين لانهم يحافظون على الدوله، يحافظون على كل من هو متواجد على ارض دوله الامارات. نحن نشكركم كل الشكر على تواجدكم معنا اليوم. الله يسلمكم، يعطيكم الف عافيه. طبعا حضره المقدم الدكتور علي غانم طويل، نائب مدير اداره الجوده والتميز بشرطه ابو ظبي، وفني الطب والطوارئ استاذه شمسة حسن، يعطيكم الف عافيه وكل عام وانتم بخير. وانتم بخير، الله يبارك. الله يعافيكم ان شاء الله يبقيكم يا رب ان شاء الله. كل الشكر لكم. مشاهدينا، ايضا ضمن مشاركاتها باحتفالات اليوبيل الذهبي اماراتنا الحبيبه، عملت قناه الظفره على انتاج سلسله وثائقيه تلقي الضوء على 50 عام من الإنجازات لدولة الإمارات، وذلك بعيون نخبة من أصحاب المعالي والسعادة والمفكرين والباحثين والكتاب أيضا، وبالإضافة لعدد من أبناء المستقبل الذين يستعدون لدخول سوق العمل والإنجاز بالتزامن مع اليوبيل الإماراتي الذهبي. تطور قطاع الإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوسع ليصبح في عقود قليلة مصدراً أساسياً من مصادر الخبر والمعلومة والمعرفة والثقافة، فمن إذاعات محدودة التغطية إلى صحف بمواصفات عالمية إلى شبكات إذاعية ومرئية تحمل إنجازات الوطن إلى العالم، ليتحول الإعلام المحلي إلى مؤرخ ليوميات الوطن ومنقب في تراث الأجداد، متسلحاً بأحدث ما أنتجته التقنيات. في فترة قيام الاتحاد في بدايات السبعينات، كان الشيخ زايد حريصاً الله يرحمه على نقل صورة لدولة الاتحاد، وكان شخصياً يزور كل مناطق الدولة من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، والإعلام يرافقه ليشهد العالم ما يحاول تحقيقه من مشاريع تنموية. كنا حينها في بدايات تأسيس كل القطاعات على أساس متينة لتوفير أفضل الخدمات. طبعا الإعلام شريك أساسي في بناء أي نهضة في العصر الحديث، والإعلام كان له مساهمة كبيرة في كثير من النواحي، سواء كانت الإيجابية أو السلبية في العالم. في دولة الإمارات العربية المتحدة الإعلام كان شريك أساسي منذ إنشاء اتحاد دولة الإمارات، وكان هناك اهتمام من المغفور له الشيخ زايد بالإعلام، وكثير من الفيديوهات لما نرجع لها ونشوفها أن كيف كان يحرص على وجود الكاميرا ويحرص على الحديث للناس وإيصال الرسالة للناس. هذا كله تبلور في وجود مؤسسات مختلفة معنية في إيصال الرسائل للجمهور.
أيضا تكون بنوع من المهنية العالية وتكون أيضا متطورة، تستوحي ما هو موجود من تطور في الإعلام في العالم وتعمل عليه في دولة الإمارات، وكانت طبعا بهذه الطريقة شريك أساسي في بناء ونهضة دولة الإمارات. الإعلام الإماراتي شريك أساسي في كل مرافق الدولة وفي كل جوانب الدولة. حينما نتكلم عن السياحة فلا بد أن نتطرق إلى دور الإعلام في السياحة، حينما نتكلم عن الصناعة فلا بد أن نتكلم عن دور الإعلام في تطوير الصناعة وفي نقل الصناعة أيضا، سواء كان الصناعات الإعلامية أو ما غيرها. حينما نتكلم عن التعليم لا بد لأن الإعلام أن يكون جنبا إلى جنب إلى التعليم، وحينما نتكلم عن الصحة وكيف لنا أن نعلم بأمور الصحية لولا وسائل الإعلامية الحديثة منها أو التقليدية. فبالتالي الإعلام هو ركن أساسي وجزء أساسي من تطور الدولة ومن مواكبتها للأحداث العالمية. والإعلام طبعا هو مسوق جيد، والسوشيال ميديا اللي أنا موجود عندنا حاليا، فهذه كلها يعني تطور، والإعلام يصل إلى كل بيت. يعني احنا طبعا في البدايات بعد التلفزيون وعندما أصبح فضائيات دخل فضائيات كل البيوت، وطبعا احنا دائما في تطور مستمر. الإعلام سخر كل إمكانياته، كل أدواته، كل أقلامه، كل كاميراته، سخرها لي. إذا ما نتكلم عن قطاع الثقافة والفنون والآداب والتراث، سخرها أيضا لهذا القطاع الحيوي. نجد أن الإعلام ماخذ حيز أيضا من الاهتمام، مثل ما كان الدولة مهتمة بكل الجوانب، وخاصة المسؤولين وخاصة الهيئات ووزارات. نجد أن الإعلام في دولة الإمارات هي نفس الإعلام العالمي في نقل الأخبار العالمية، في نقل الأخبار الداخلية بشكل محترف، بشكل مستوى عالي. ومستمرين وإلى عالم الفن. طبعا حظي القطاع السينمائي في الإمارات باهتمام كبير من حيث تشجيع التجارب ودعم المواهب وحتى انتشار صالات العرض، أكيد إلى جانب المهرجانات. فترسخت الثقافة السينمائية وتحولت التجارب لمشروعات، وهذه المشروعات تحولت لنتاج مميز بين أفلام قصيرة وتسجيلية روائية وطويلة، تشارك وتنافس في المهرجانات الإقليمية وحتى العالمية. أكيد طبعا بدينا بالسينما، لازم تأخذ السينما لأنها أصبحت سينمائية خديجة ما شاء الله عليها. مشاهدينا، كانت البداية عام 1953 بشاشة سوداء وكراسي خشبية أوروبية واحدة فقط، تحولت اليوم عنصر جاذب ما شاء الله لمحبيها، هي مشاهدينا السينما الإماراتية اللي اعتلت مسارح مهرجانات عالمية لتؤتي ثمار هذا الاهتمام بأسماء لمعت في سمائها. نتائج لمحة عن قطاع السينما الإماراتية. الفن مرآة الشعوب، لذا اهتمت القيادة الرشيدة بأن تكون دولة الإمارات مرآة فنية ترصد واقع محيطها ومنطقها الجميل، ومقصدا لصناع السينما العالمية. شهد هذا القطاع قفزات نوعية على مدى 50 عاما شكلت ملامح السينما الإماراتية سابقا ولاحقا. تطور القطاع الفني الإماراتي بسرعة أسوة بباقي قطاعات الدولة، وانتقلت صناعة السينما من كونها مجرد صناعة حديثة العهد منذ قدم المخرج علي العبدول أول فيلم إماراتي روائي بعنوان عابر سبيل عام 1988. توالت الإصدارات السينمائية، فشاهدنا عاشق عموري وفي سيرة الماء والنخل والأهل وناني، لتكون صناعة متميزة بمضمونها ومستواها الفني تنافس على المراكز المتقدمة في المهرجانات العالمية والعربية، وتحصد العديد من الجوائز من أبرزها تلك التي فازت بها أفلام إماراتية. فالسينما الإماراتية قدمت العديد من الأفلام القصيرة والروائية الطويلة، جعلتها تحصد الإعجاب والتقدير قبل أن تنتقل إلى صالات العرض لتحظى هناك بالإقبال الجماهيري
وترسخ قاعدة حضورها الفني. الكمين عنوان فيلم يحكي وقائع حقيقية لمهمة إنقاذ مجموعة من الجنود الإماراتيين علقوا في كمين نصبته لهم عناصر من المتمردين في واد جبلي. أكيد الكمين يعد أكبر إنتاج سينمائي باللغة العربية في منطقة دول المجلس التعاوني الخليجي، وصورة كافة مشاهد هذا الفيلم في الإمارات بمشاركة أكثر من 400 فرد من الممثلين. الفيلم من إخراج الفرنسي العالمي بيير موريل. أكيد معانا في الظفرة ومن هذه المناسبة السعيدة رحب بفريق فيلم الكمين الأستاذة علوية ثاني مسؤول تجارب الأداء والفنان طلال البلوشي والفنان حسن يوسف. كل عام وانتم بخير والإمارات بخير. وانت بخير. مش زعلانين؟ لا يعني الكمين والاتحاد بعدنا عشنا بعدنا في كمين احنا. لا الحمد لله الحمد لله. يعطيكم العافية، نحن نتشرف فيكم تواجدكم اليوم. طبعا أكيد نبدأ يمكن مع الأستاذ حسن. تخبرنا استاذ حسن يعني هاي الملحمه مستوحاه طبعا من قصه حقيقيه لجنود دوله الامارات البواسل، فلو تخبرنا عن الشكل العام اول ما دعيتوا لهذا الحدث. طبعا في البدايه رحب فيكم ونشكركم على الاستضافه، وننتهز هذه الفرصه ان نحن نهني ونبارك لشعب الامارات وحكومه دوله الامارات وعلى راس الهرم سيدي ووالدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الله يحفظه يا رب، وشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الله يحفظه حاكم دبي، وإلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد محمد بن زايد آل نهيان وحكام الإمارات وأولياء العهود الله يحفظه، وإلى كل مقيم في هذه الدولة اللهم لك الحمد. طبعا هي فرصة كبيرة، و كنا طبعا الاختيار والسؤال مفروض لها هي، لأن أنا جاية عندها بس هيئها، لأن كل اللي صار والاختيار وهذا فضل الله ثم جهود ما شاء الله علوية وبوجودنا اليوم وياكم الله يحفظك يا رب. أكبر إنتاج سينمائي في المنطقة العربية صار هو الكمين، ويقول كل شيء عندك، شو عندك؟ كيف صار هذا الإنتاج الضخم؟ ترى انا هلا اسمع منه الحين بروحي ما استوعبت بلحظتك كنت والله ها كله سويته ولا ما ادري. لا والله صح مثل ما ذكرتي، يعني ان اكبر انتاج سينمائي ما شاء الله، وكنا فوق 400 فرد، يعني في كوادر محليه وبعد خبرات عالميه نشتغلنا يا بعض، يعني فالحمد لله الحمد لله ان نال نجاح هالفيلم على اساس الاختلاف بالثقافات. نعم زين، هم اخذوا الثقافه من عندنا لان حبوا ثقافتنا. نعم. واحنا اخذنا الخبره من عندهم والحمد لله بفضل الله، وبعد طبعا يعني الممثلين ما قصروا، يعني ابذلوا يعني صراحه للحين انا متعبه. تنفيذه كان متعب اكيد، غير نفسيا كقصه، اتكلم جسديا كتنفيذ طبعا جسدين اكيد، بس لا حطيناهم بدوره تدريبيه عسكريه. بعد اختيارات في الامارات يعني او في السينما المحليه، فخبرينا عنها بعد اختيار الممثلين. يعني زرنا اماره دخلنا اماره على اساس لا هالفيلم غير، نبغى ناسا، نبغى صدق يعني حد يوم يشوف الفيلم يقول هذا ولدي، هذا اخويا، هذا يمثلني، هذا يلامسني، فاهم شيء بالفكره. فلما اخترنا طبعا سوينا الاداء، سوينا الكاستنج، رحنا كل شو اسمه اماره، كل اماره وصادفناهم على اساس ان المخرج الفرنسي على الاقل كله سهوله بعد يشوف طبعا، فشافوا. فطبعا الاخ حسن وطلال بيقولوا عن خبرتهم كيف كانوا أكيد. يعني فاول ما ضميناهم دخلناهم في دوره عسكريه لمده 3 أسابيع فبيتعلموني الانضباط واللياقه والتعايش. اول وحده شو كانت؟ انضباط. شو؟ شكلها شوية. شوف أنا ما بقطع كلام أختي علوية، لكن ليش أنا قلت عندها؟ لأن هي من الشركة وهي اللي سوت لنا كاستينج 1 وكاستينج 2. يعطيك العافية. فاختيار الأولي طبعا والفضل الله لرب العالمين، ثم هذه الإنسانة اللي كانت حريصة مع الشركة أنهم يكون هناك شباب طبعا منا وفينا. نعم. أنك أنت يوم تشوف العمل ما تقول هذا منو، تقول هذا مني وفيني. صحيح نفس الروح بنفس الباور بنفس الحب بنفس العطاء. فهذا اللي صار في الفيلم.
انضباط بالنسبة للانضباط، نعم نحن أمام عمل حقيقي طبعاً. أمام عمل يمس جنودنا البواسير، عمل وطني أخوي، عمل وطني لأبعاد وسرد لحقيقة يعني. وكنا محتاجين هذا الانضباط، نعم، لأن أنت أمام شيء بروفيشنال. طبعاً طبعاً. تعرف أنت يوم تقول يوم بتقدم شيء ثقيل وله وزن لازم تدي تعطي حقه، صحيح. لازم تعطي نعم. حقه، ولولا هذا الشروط والقوانين الاحترافية اللي حطوها لنا كان احنا ممكن ما بننضبط. انا اشوف الانضباط شوي ارتفع زياده المستوى، لان طلال ما يبي يشارك ويانا. انا كنت بقول لك طلال بروحي اخاف منه. شو غير صعوبات عن الانضباط، غير عن الانضباط شو واجهت صعوبات في تصوير هذا الفيلم السينمائي؟ والله انا اول شيء اشكركم على الاستضافه، نور. ثاني شيء انا مو بيام في الدور، لان انا دوري غير مختلف يعني تماما. ما انضبط؟ لا ما انضبط، لا لازم في انضباط بالعمل ما شاء الله. نعم لا بس مختلف تماما دور القناص اللي تابع الفيلم. اها يعني أنا دور صعب كان علي بالنسبة لي، أول شيء إنه دور العدو، ثاني شيء الدور إنه ما في أي حوار. من الأدوار الصعبة الأدوار. أيوة. اللي تكون الصامتة اللي ما فيها كلام، من أصعب الأدوار التي دور اللي هو دور القناص. طبعاً بعد الفيلم لين اليوم وايد انتقادات جتني وايد كلام جارح، بس أنا كفنان خلاص دام إني أنا اخترت هالدور لا لازم طبعاً. أتقبل كل شيء طبعاً أكيد طبعاً. طبعاً. ولولا نجاحه ما كان ان الناس علقوا وتكلموا صح بالنجاح. فنحن جاحفة بالفيلم، فقلنا اليوم يبقى قناة الضفة ناس يشوفونه، هذا هو القناص. ما شاء الله كلوز يا مخرج على القناص عندك الضفة. الأستاذ طلال بلوشي هو القناص كان يا جماعة الخير. اي والله والله، حتى مسكينة الوالدة أمساء تتكلمني قاعدة يا مسكينة تقول لي الحين أنت ليش خطت هالدور؟ الناس كلها الحين تقول أنت ما تعرف برا بتصير شيء. قلت له لا الوالد الوالده غلط، انت فاهمه ترى هذا دور عادي. لا بالعكس، ادوار الشريره هي اللي تضبط على فكره. تدرين استاذه علويه الادوار اللي تكون طبعًا. فيها طاقه شوي سلبيه وشر هي اللي ترسخ في عقول الناس صح. اما الطيب يقولون وحله له ويروح بس القناص يتم الشرير يدورون اخرته شوف يسوي فيه. لكن لا ما شاء الله طبعا ادوار ما شاء الله قمه يعني، وفي يكفي الصدى اللي موجود الان عن الناس اللي شاهدت الفيلم. استاذ علويه، اختياركم للمخرج الفرنسي بيير موريب لاخراج هذا العمل، ليش بالذات هذا المخرج اخترته؟ لان شفنا افلامه قبل، شفنا افلامه طبعا، انه هو المخرج اللي اخرج فيلم تيكن وديستريكت 13 اوكي نعم. وطبعا في بعد منتجين بعد عالمين تكلم مثل ديريك داوتشي وجينيفر روث اللي انتجوا فيلم بلاك سوان ورومان جونيور اسرائيل، فناس معروفين نتكلم عنهم. فنباه هالشيء مو بدنا نحلم ما نفق اللي عندنا، بالعكس نباه هالتنوع نفس الفكره هو اللي يشوفه نبي ينطبق في هالفيلم تكون فيه مصداقيه معينه صحيح. فبالعكس انه حتى هو يوم كان يصور هو يعني هو مخرج بس هو كان يود الكاميرا فترة التصوير كله، حتى التصوير لا لا ما هدى الكاميرا، هو اللي كان يصور نعم. لأنه يعرف شو اللي بباله، بس إحنا بعد كنا وراء كظل نتعلم منه. بالعكس يعني يكون ها فرص للأيام الجاية بعد إحنا بعد نطلع ونقدم مثل هالأنواع الأفلام والهل إن شاء الله تكنيك نعم. إنزين أستاذة علوية، يعني نحن أتشرف فيك معنا اليوم، وأنا مشتغلة وياك قبل في عمل بعد كان ضخم من سنوات، ويعني كأبناء المجال نحن نشوف يوم الأعمال يكون فيها وايد أعداد، شقد صعوبة السيطرة عليها يكون أكيد أصعب، ولكن في الكمين نتكلم عن 400 شخص. السيطرة على 400 شخص من مختلف الكفاءات والجنسيات، خاصة أي اللغات أي الثقافات أي يمكن حتى الإدراك، كان في أكيد صعوبة، كيف امتصيتوا هذا الشيء وسيطرتوا عليه؟ أهم شيء في الموضوع تعرفون متى إحنا بدينا التصوير؟ من شهر 2 2020. شو صار هالسنة؟ كورونا. هي بدأت شهر 3 هي 2020. محبوبة الجماهير صارت الحين. وهذا التميز. فهالصعوبات إنه بس الحمد لله يعني طبعًا إيميجنيشن وتو فور تو فور. نعم. وطبعًا يعني نشكر بقيادتنا الرشيدة يعني حط خطة العمل. إن ما نواجه الصعوبات صحيح. وما كنا نطلع برا، ما كنا نلامس، ما كنا حتى نعرف أهالينا كيف نحطهم. وفجأة يا يعني أمر قال ما حد يطلع. ما حد مجبورين وتطورون. بس لا الحمد لله يوم كنا يا بعض يعني فهمنا بعض زيادة. هذا العزل التكتيكي لإنجاز العمل. شفت أنا حسيت والله. هذا كنت أنا أتساءل مع على طاري. كم المدة اللي جلستوها؟ التصوير 57 يوم ما شاء الله، شهرين تقريبا، شهرين هي. متواصل. حسيت كنت بتقول شيء على طاري ال 40 شخص او سوري 400 شخص. اذكرك 400 شخص كنا في
كنا أنا وأخوي خليفة البحري في التصوير اليوم. أنا ما أدري شو يعني قبل لا نبدأ، بس كذي رفعت رأسي طالعت خليفة ونحن في السيارة المجلوبة هذه. قلت لخليفة كم شخص برا؟ قال 300 400، والله ما أعرف بس فوق. قلت له تعرف حق منو هذيلة؟ قال حق منو؟ قلت حقي وحقك. يعني لازم نشد حيلنا. نعم. يعني من أروع الأيام يوم 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 أنت تدرك إن هالأمم كلها وراك. الشعور في هذيك اللحظة كممثل. هذه كلهم يتريون مشهدي أنا. طبعاً طبعاً طبعاً. شيء جميل. طبعاً. شعور يعني وايد حلو. ما بالك الملايين اللي بيشاهدون الفيلم. صحيح اخوي طلال، يعني طلال مغصوب على اللقاء اليوم. انا اقول لا لا مغصوب بعد مغصوب على اللقاء. بعدنا نتقمص الشخصيه القناص العمالقه. العمالقه بعدهم يتقمصون الشخصيه الى اشهر بعد لا بعدنا عايش دور القناص بدون حوار. شو شعورك بعد هذا الفيلم او دخولك فيه، وشو الصعوبات، او هل كانت الامر بالنسبه لك سهل اثناء التمثيل واثناء قيامك بهذا العمل؟ والله الامر كان بالنسبه لي وايد وايد صعب، أصلاً إذا الناس اللي شافت الدور في مشهد يكون هو مشهد الموت. نعم. فكان المخرج جالس وياي كان يقول لي أباك تعطيني المشهد أنك أنت كارهنهم. أنا هني أفكر ما أقدر أنا أعطي المشهد إني حزين. زين. يمكن عاد لي 4-3 مرات. أنك شو أنك شو؟ أباك تكون، يقول لي أباك تكون عدو عدو خلاص أنسى كل شيء. إيه. يمكن عادي التصوير 3 مرات. أما أدخل يقول لي يلا أدخل بحزن. لين آخر ما رادي كيف؟ إيه لين ما آخر شيء الحمد لله الحمد لله. دخلت في الشخصية ودخلت في الدور، وحتى قال لي المخرج والله يا كلمني عصب قال لي هاللي كنت أبغاه منك. الحمد لله الحمد لله شهدنا شدينا حيلنا والناس قامت تكرهنا بس الحمد لله. الله يعطيك العافية. طلعت من الدور؟ لا احس بعدك في الدور. لا لا والله لا 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 والله. كان عندك العقرب ولا شو؟ كان عندي العقرب. تخيل حتى العقرب سوينا له كاستنج. المخرج كيف بغى يبينا كم العقرب كاستنج. تخيل والله تخيلوا كم تيك خذا. 3 لا لا اول شيء حتى نحطه بالميدان انه بغى يمكن 5 بس يبغى يشوف كيف الحركه. في الختام لا يمل الحديث معاكم والله، بس أبغى أربط بين وجودكم والروح الوطني لهذه المناسبة. كيف ممكن نحن نستفاد بجملة سريعة من كل شخص في هذه النهضة السينمائية والفنية لإعلاء روح الوطن والاتحاد؟ تحسين كيف علوية؟ كيف هذا يساعد الوطن؟ كيف الفن والسينما قد تكون شيء يعلي من الوطن وروح الاتحاد؟ أو يدعم رسالتنا الوطنية وهويتنا للعالم؟ سريع. الفيلم كمين اصلا ان خلانا نتعلم وايد اشياء، نشوف وايد اشياء، نعرف جنود وجيوش يروحون برا بس ما نعرف شو نسوي. بس احنا يوم شفنا قلت الحمد لله ان ضحوا انفسهم بس عشان احنا نكون بامن واستقرار. نعم. فهالشيء بالله يرحم الشهداء. الله يرحم الشهداء ويحفظ جنودنا. حسن العمل هذا وسام على صدورنا. العمل هذا يواكب ال50 سنة بالضبط لنهضة دولة الإمارات. نعم. اليوم الدولة واصلة بهذه الإنجازات، إذا الكمين دخل في وقت صح. صحيح. نعم عندنا سينما، نعم عندنا فنون، عندنا آداب، عندنا إكسبو، عندنا اللهم لك الحمد فتوفقنا ولا. الله يحفظك يا رب. طلال. والله العمل هذا أنا أشوفه كرسالة حق الناس، لأن في ناس ما تعرف جنودنا يروحون برا شو المخاطر اللي يواجهونها، فهذه يمكن أبسط رسالة نحن نقدمها يشوفون شو المخاطر اللي يواجهونها وشو الأتعاب اللي يشوفونها. احنا نقول الله يرحم الشهداء. آمين. والله يوفقهم وينصرهم إن شاء الله. آمين. يوفقكم ويشوفكم في أعلى المراتب وأعمال أضخم كل المستقبل وأكون معاكم فيها إن شاء الله. إن شاء الله. خلاص لا خديجة خلاص فهمت. كل الشكر. تفضل خديجة سينما أنتي تفضلي. طبعا أشكركم جميعا أستاذة علوية، الفنان حسن والفنان طلال البلوش، يعطيكم ألف عافية منورين وكل عام وانتم بألف خير. شكرا لكم. طبعا تبريكات مشاهدينا وتهاني بمناسبة اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة عبر شاشة قناة الظفرة 50 ومستمرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة اليوم الوطني 50 لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، يسعدني في مستهل كلمتي أن أنقل إليكم تحيات وتقدير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وتمنياته بدوام الرفعة والتقدم لوطنكم الحبيب. إنه لمن دواعي سروري واعتزازي أن أسجل في هذا اليوم المشهود
رسالة ود وتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة احتفالها باليوبيل الذهبي للحظة الاتحاد الملهمة التي مثلت نقطة الانطلاق الحقيقية لنهضة هذا الوطن الشقيق بقيادة حكيم العرب الراحل سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. ستظل العلاقات المصرية الإماراتية نموذجا فريدا للتآخي والترابط بين الدول والشعوب العربية ونمطا متفردا لتنسيق الرؤى والمواقف، كما تحرص القيادة السياسية في كلا البلدين الشقيقين على الاستمرار في تعزيز أطر التعاون ودفعها نحو أفاق أكثر رحابة. ومن حسن الطالع أن يأتي اليوبيل الذهبي لاتحاد دولة الإمارات وهي في بؤرة اهتمام العالم، حيث تحتضن إكسبو 2020 كحدث استثنائي يعقد لأول مرة في دولة عربية، الأمر الذي يعكس إصرار الإمارات على المضي في مسيرة التميز وصنع الفارق برؤية قادتها ووعي أبنائها والعمل الجاد لاستكمال مسيرة البناء والتقدم. وختاما أجدد التهنئة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة العيد الوطني 50، راجيا الله عز وجل أن يديم على الإمارات وشعبها الخير والرخاء والإزدهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرفعوا أسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 50 لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وشعب الإمارات والمقيمين على أرضه، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على دولتنا بمزيد من التقدم والازدهار. نحتفل اليوم بمرور 50 عاماً على اتحاد إماراتنا الميمون وبناء مجتمع متقدم نهج أبنائه الريادة والتعايش وقبول الآخر، مجتمع حقق الريادة في التنافسية العالمية ليصبح نبراساً لدول المنطقة والعالم في تحقيق المستحيل. At the occasion of the 50th anniversary of the UIA, I wish you all peace and prosperity for the many more years to come. اليوم نحتفل بمناسبة غالية على قلوبنا جميعاً، مناسبة الذكرى 50، واسمحوا لي أن أقدم التهنئة القلبية الحارة من الشعب الأردني وقيادته إلى قيادة وشعب الإمارات العربي الشقيق بمناسبة حلول الذكرى 50 لقيام دولة الإمارات العزيزة، وهي ذكرى غالية على قلوبنا جميعا. شكرا لمتابعتكم قناة الظفرة. أكيد طبعا واحتفالات عيد 50 اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة نحن سنستمر معكم، ولكن الآن سنترككم أنا وزميلتي خديجة في هذه الفقرة ونلقاكم إن شاء الله بعد قليل. إذن كنا معاكم ولكن 12 ساعة بعدها مستمرة في هذه المناسبة الأكثر من غالية على قلوبنا، ولكن بعد الفاصل مع زميلة ريم عارف وأيمن مصبح و50 ومستمرين.